إذن في فقرة سهم اليوم نتابع سهم مهارة من بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً في جلسة اليوم. السهم وصل إلى 6.8 ريال في الجلسة وتخطاها، وهو أعلى مستوى انتراداي للسهم منذ نهاية شهر مارس الماضي. عدد الأسهم المتداولة اليوم هي 6 أضعاف المتوسط اليوم التاريخي، والسهم مرتفع في الجلسات الخمس الأخيرة بأكثر من 12%. وإذا ما نظرنا على 30 يوم الماضية، السهم مرتفع بحوالي 16%، في حين سهم مهارة مرتفع ب 7% على مدار 12 شهرا، هذا مقارنة بأداء تاسي خلال 12 شهر المرتفع ب 3.7%. السعر إلى القيمة الدفترية لسهم مهارة يقف عند 5.5 مرة، في حين مكرر الربحية عن أرباح الاثنى عشر شهرا الماضية يقف عند 27.5 مرة، في حين مكرر الربحية المستقبلي لهذا العام يقف عند أقل من 17 مرة، في حين أنه عائد التوزيعات النقدية للسهم يقف عند 2.2%. مؤسستان بحثيتان تتابعان السهم، كلاهما يوصيان بالشراء، أما السعر المستهدف من قبلهما المتوسط طبعا يقف عند 7.5 ريال، وهو أعلى ب 12% عن آخر سعر إغلاق لسهم مهارة.